مع كل سيارة إسعاف تمر أمامها يتجدد الأمل لدى هذه السيدة في إنقاذ أفراد أسرتها من تحت أنقاض عقار الإسكندرية الذي باغتهم بالانهيار. العمارة أصلا 13 دور وترخيصها 13 دور من سنة 85، الدور ال 14 دوت بتبنى من 7 أشهر بس، واتبنى شقة فيلا واتباعت على سيليا فيلا، وبعد ما واحد باع وواحد تاني اشتراها، اللي اشتراها هد الفيلا وعملها 5 شقق، والخمس شقق هم اللي عملوا كده في قلب العمارة، ضروا كل الناس اللي في قلب العمارة. في الطابق الأخير إذن خيط قد يقود إلى تفسير الحادث الذي يثير تساؤلات عن سبب عدم تنفيذ قرار سابق بإزالة هذا الطابق المخالف لتراخيص البناء، أسئلة باتت موضع تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة. ملف مخالفات البناء ملف شائك جدا، وتحتاج الإسكندرية لتدخل عاجل، وتحتاج قيادات حكيمة وصاحبة قرار. السيد المحافظ لم يقوم بدوره في محاولة حل مشاكل العقارات التي تحتاج لترميم، لابد أن تتولى المحافظة ترميم هذه العقارات. انشطر العقار إلى نصفين، أحدهما سوي بالأرض بينما بقي الثاني متماسكا ظاهريا ليمنح سكانه فرصة الفرار قبل أن يلحق بهم سكان العقارات المجاورة الذين افترشوا الرصيف بحثا عن النجاة. يا ما قلنا لهم نرمموا عمارتهم ونرمموا عمارتنا، لأن إحنا العماير المطلة على البحر لازم يبقى فيها عناية حضرتك بسبب اليود والملح والكلام ده. دي عمارتنا احنا بقالها 42 سنة، والعمارة اللي قبلينا دي عدت 50 سنة. حادث يأتي فيما يواصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون يحدد ضوابط بناء العقارات وشروط الارتفاعات والحالات التي يجوز فيها التصالح بشأن بعض المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية للعقار، بهدف السيطرة على الزحف العمراني العشوائي. تكشف التحقيقات الأولية في هذا الحادث عن حالة من التراخي في التعامل مع بعض مخالفات البناء، الأمر الذي يعكس حالة التصدع في هذا الملف الحساس الذي يشكل خطورة داهمة على حياة السكان. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، الإسكندرية.